بداية مع المتصدر دائما احنا حسب النهج اللي احنا دائما نمشي فيه برامج جماهير مع المتصدر وننزل الاهلي اللي لم ترعب القصص الجانبية وملاحقة المنافسين ولقن وسود العوير درسا رباعيا كان بمثابة رسالة اطمئنان لعشاق الاهلي على سير البطولة. والله شوف دورينا معروف قبل الأخير ولا الأول كلنا مستوى واحد، بس اللي يفوز اللي يأدي بروح. فريقنا كان يأدي استهون عقب ما يصل التقوال وعينه متوتر وندمان، بس إن شاء الله بنفوز وفريقنا قدا وقدود. النتيجة 3-1، لعبتنا يلعبون مرتاحين بس عادي. شوف على أعصابك متوتر الدقائق الأخيرة هذا المباراة. والله مو متوتر ولا شيء، بس خايفين من المباراة شوي، شيء بسيط يعني. I like the country of United Arab Emirates, and I like the football of here. Of course, my teammates of Brazil, my mates of Brazil, very good to see them play here and making their job and scoring goals as the CL done today. And it's done right now. المباراة كانت صعبة وتعبوكم في آخر دقائق. أكيد مباراة صعبة، لكن فريقنا لعب وأهم شيء 3 نقاط ونحافظ على الفريق وعلى الإصابات، بس همنا هذا بس. عندي رسالتين. زين، أتمنى أنكم ما تقطعوا هاي الرسالة. الرسالة الأولى اتحاد كرة القدم. زين، في الجمعية العمومية الأخيرة قرروا إنه يكون حكم خامس وراء لهذا. إذن المفروض هاي هذه الاتحاد ولجنة الحكام تستقيل إنها لم توفي بوعدها. 2، قالوا ان التطوير ان الحكام بيطوروا مستواهم بيتطور في الدور الثاني. زين، جايبين الحكم والله ما يصلح، حتى حكم كره السله ما يحكم هذا. مع ذلك اليوم الفرسان انتصروا. الرساله الثانيه اوجهها لابن حميدان رئيس مجلس اداره نادي دبي، حالف يمين يفوز على الاهلي وان الاهلي ما ياخذ بطوله الدوري. اقول لك كفر، لانك اول مره قلت 50,000 كل لاعب عليك كفاره. فزنا على 2 اليوم، فزنا على نادي دبي، فزنا على لجنه التحكيم. فريق متصدر بيني وبين الثاني 3 نقاط، جايبين لي تجرب حكام فيه ليش؟ بعد خصم 3 نقاط من الاهلي، نقول لعيبه تاثروا اليوم بهذا القرار اثر شيء؟ اكيد بيتاثروا، لكن مثل ما قلت لك الاهلي يعني شو اقول لك، مثلا يقول لا تبكي على اللبن المسكوب، خلاص شيء انتهى، لا تفكر فيه انه بايرجع لك، لا روح عنه، لازم تعوض، لازم تشد حيلك مثل ما كنت في الصداره وتكون على طول في الصداره ان شاء الله. صراحه دبي كان يكافح في دقائق هالمباراه، ونحن عارف المباراه علينا ضغط من الاعلام وضغط من الاتحاد وضغط من الحكام. الاحداث الفتره الماضيه اثرت على خصم النقاط والاحداث الاخرى. نعم، لكن الحين الحمد لله في نفس البطوله، روح البطوله موجود، اول بركه في اللاعبين ان شاء الله، والقادم اهم.